أكبر هرم بالعالم مش بمصر. بس لما نحكي أهرامات دغري منفكر بمصر، مع إنه مش هي أكتر بلد فيها عدد أهرامات ولا حتى أكبر هرم موجود فيها، لأنه أكبر هرم بالعالم متخفي بالمكسيك. عن أي هرم عم بحكي؟ معقول الفراعنة راحوا للمكسيك وبنوه هناك؟ هرم تشولولا أو الجبل الاصطناعي أكبر صرح تاريخي تم بناؤه على الأرض، وهو أكبر بأربع أضعاف من هرم خوفو الكبير المعروف بهرم الجيزة. هو مش بس مجرد هرم واحد، إنما مكون من 6 طبقات فوق بعض، وكل حضارة تعاقبت عليه كانت تحسن البناء وتبني طابق جديد فيه. انبنى قبل أكثر من 1000 سنة بارتفاع 55 متر عن سطح الأرض، وبمساحة بتغطي 400 متر مربع، ليكون معبد لإله الأزتيك اللي يعرف بكواتزلكوت. لهيك خلال القرن العشرين تم اكتشاف أكثر من 400 موقع للدفن بالهرم، وتعتبر حالياً من أبرز المعالم الأثرية والتاريخية بالمكسيك وأمريكا الشمالية. هرم تشولولا صار أحد أهم أسرار المدينة اللي حمل اسمها، لأنها مقدسة بالنسبة لشعبها. لهيك بنوا هرم مقدس لكل يوم من أيام السنة ليكسبوا حب الآلهة وحمايتهم للمدينة، وخلوا هرم تشولولا مئات السنين مطمور تحت الأعشاب والأشجار، لحد ما غزا الجيش الإسباني مدينة تشولولا بسنة 1519 وقتلوا أكثر من 3000 شخص بساعات قليلة، ونهبوا الكنوز الدينية وحرقوا المعابد المقدسة، وقاموا ببناء كنيسة صغيرة على قمة تلة ضخمة كرمز لغزوهم. اللي ما كان بيعرفوه الإسبان إنه تحت هالتلة كان موجود هرم تشولولا المتخبي، ولولا غزو الإسبان للمدينة ما كانوا اكتشفوا الهرم بسنة 1910. هالكنيسة اللي أقاموها على أنقاض الهرم تحولت لأقدم مبنى بأمريكا الشمالية وأكثر المباني إثارة للإعجاب بالمكسيك. بس هالإشي ما منع كشف آثار الغزو الإسباني اللي قتل عدد كبير من سكان المدينة ودمر المعابد الدينية. ورغم إنه هذا الهرم هو الأكبر بالعالم، إلا إنه أهرامات الجيزة بمصر هي الأكثر شهرة لأنها بتتصنف من عجائب الدنيا السبعة. بس مصر مش أكثر دولة عندها أهرامات، لأنه بالحقيقة دولة السودان هي اللي بتضم أكثر من 220 هرم تقريبا، بينما مصر بتمتلك 118 هرم تقريبا، وبتتوزع بقية أهرام العالم بنيجيريا واليونان والصين والهند وأمريكا الجنوبية والشمالية وحتى إسبانيا. بشوفكم الأسبوع الجاي بفيديو جديد وبصمة جديدة.